السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة من عتب محمد في حياة أهل الريف. النهاردة تسحيب بعد 3 أيام الأرض بعد ما زرعوا القمح، بيتم تسحيب بعد 3 أيام من زراعة القمح على طول. مصورين برضو فيديوهات لزراعة القمح بالدرفيل على طول. طبعا ابو اردان ما شاء الله في كل حتة، وزي ما قلنا لحضراتكم في ناس بتحب زراعة القمح بالسلاح، وناس بتحب زراعة القمح بالنقير، بس اهم حاجة اللي انا عرفته يعني ان القمح بيحبش المية كتير، محدش يغمر ارض بالمية، القمح بتغيب ما بتطلعش، ده لما يكون بالنقير او عفير، انما القمح بينزرع حراتي كده 3-4 ايام وتبص سبحان الله ينبت يبقى كويس، يبقى الجدر بتاعه ماسك في الارض كويس احسن من العفير. نعمل عفير موفر في كمية القمح بتاع التاوي، يعني الاراد في العفير ياخد كيلو، كيلو ونص في الحرات ياخد 3 كيلو. الله ينور يا حاج مصطفى، الله ينور يا عمده. نور يا حسين، عامل ايه؟ راجع يا حاج.